أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بإغلاق معابر بعد أن أطلق الفلسطينيون صواريخ على جنوب إسرائيل لم تسفر عن إصابات، وذلك ردا على عملية للجيش الإسرائيلي في القطاع أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين. وحذر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن القطاع ينتظر واقعا صعبا خلال الساعات القادمة إذا لم يتم الضغط على إسرائيل من جميع الجهات المعنية والمجتمع الدولي لتزويد المحطة بالوقود.